يعني كم منا عندما يقوم إلى الله عز وجل مثلا في صلاته يتوكل على الله عز وجل حق التوكل أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لإحداث صلاة ترضي الله عز وجل عنه. كم منا لما يقرأ كتاب يتوكل على الله عز وجل حق التوكل حتى يهديه الله سبحانه وتعالى لفهم هذا الخطاب. وبالتالي إذا استحضر هذا المعنى اللي قاعد ينبه عليه ابن القيم عليه رحمة الله فنطرح نفس السؤال فيما يتعلق بتطلب الهداية من خطاب الوحي قرآن وسنة.